سعدنا وبشرفنا في بنك القدس أن نكون الراعي والشريك الاستراتيجي لإكسبوتك 2019 الذي ينعقد للمرة 16 في فلسطين. نولي أهمية كبيرة لمشاركة بنك القدس في هكذا حدث. موضوعه وعنوانه هو جزء من أولويات واستراتيجيات بنك القدس: التكنولوجيا المالية. التكنولوجيا المالية التي توفر على المواطن وعلى الجمهور، التي تسرع في تقديم الخدمة، التي تقدم الخدمة بشكل دقيق، فنتنافس على تقديم الأفضل. ومن خلال مشاركتنا ومداخلتنا في هذا الحدث وفي هذا المؤتمر، نتمنى النجاح لكافة الأطراف القائمة والمشاركة في هذا المؤتمر، ونثق تماما أن مخرجاته راح تنعكس على فلسطين كدولة وعلى كافة المؤسسات والجمهور الفلسطيني. كل التوفيق وكل الاحترام. شكرا أستاذ صلاح. صباح الخير للجميع، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حقيقة نحن في اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية سعداء جدا اليوم أن نكون هنا في بنك القدس، هذا البنك الرائد الرائع الفلسطيني بامتياز، كشريك استراتيجي لإكسبوتك 2019 بدورته 16. في هذا العام يتميز إكسبوتك بأن إكسبوتك يخاطب عدة أطراف، ليس التكنولوجيا فقط. هذا العام عنوان إكسبوتك هو التكنولوجيا المالية، الفينتك اند بلوك تشين، وهو الموضوع الأكثر إيلاء اهتمام له في العالم على مستوى العالم، من ضمن 5 اهتمامات في قطاع التكنولوجيا. الفينتك يتصدر أعلى مستوى الاهتمامات لما له أثر كبير على الأفراد، على المجتمعات، على المؤسسات، على الحكومات. ونحن سعداء جدا في بيتا أن يكون الشريك الاستراتيجي هو بنك، والراعي الرئيسي هو شركة اتصالات ومجموعة اتصالات، وشركاؤنا أيضا وزارة الاتصالات، والشريك الجديد لهذا العام ولأول مرة هو سلطة النقد الفلسطينية. هذا حقيقة يدل على التناغم ما بين جميع الأطراف لتقديم أفضل الخدمات التكنولوجية في فلسطين، ووضع فلسطين على أعلى مستوى في تقديم خدمات مميزة للأفراد والمؤسسات وللحكومة أيضا. ما دام الحديث اليوم عن العملة الرقمية، العملة الرقمية ضمن اهتمامات الحكومة وهي ضمن اهتمامات مؤسسات القطاع الخاص. بنك القدس لهذا العام هو الشريك الاستراتيجي. كشريك استراتيجي ننظر للموضوع ليس فقط كشراكة أو رعاية، ننظر إلى ما بعد إكسبوتك، وهذا هو الأهم. هذه الاتفاقية التي سنوقعها اليوم لا تتحدث عن إكسبوتك، هي فقط خطوة على طريق طويل على مدار السنوات القادمة للتعاون ما بين القطاع البنكي، قطاع تكنولوجيا المعلومات، القطاع الحكومي، والمؤسسة الناظمة لهذا القطاع وهي سلطة النقد الفلسطينية، بحيث أن يتناغم العمل ويتكامل بين جميع الأطراف، بحيث يكون هناك تكامل بالخدمات نفسها وليس تكامل ما بين المؤسسات في العمل فقط. نتمنى أن نتوفق إن شاء الله في إكسبوتك لهذا العام، وسيكون هناك إعلانات أخرى لما بعد إكسبوتك عن النشاطات التي ستقوم فيها بيتا بالتعاون والشراكة مع بنك القدس إن شاء الله. شكرا لكم. حقيقة يعني في كل عام تقريبا بيكون في عنوان لإكسبوتك، العنوان بيكون أكثر تكنولوجي. العام الحالي تميز بأن الحديث عن التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا المالية مرتبطة ارتباط مباشر بالقطاع المالي. القطاع المالي يمثله البنوك، والجهة الناظمة له سلطة النقد. فارتأينا في بيتا أن يكون هذا العام جميع الأطراف على طاولة واحدة. بيتا تمثل شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلطة النقد من جهة تمثل الجهة الناظمة للعمل المالي في فلسطين،
وزارة الاتصالات هي الجهة المسؤولة عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الجانب الحكومي، وبنك القدس هو بنك فلسطيني بامتياز للعمل بشكل مشترك فيما بيننا على موضوع التكنولوجيا المالية وسلاسل الكتل وتطبيقاتها، ولأهمية من أهمها راح يكون موضوع الدفع الإلكتروني، موضوع التجارة الإلكترونية واستخدام الإي والتس، يعني الدفعات من خلال الموبايل وغيره من الخدمات اللي ممكن تسهل حياة المواطنين بشكل كبير. هاي الاتفاقية هي الخطوة الأولى لإنشاء علاقة شراكة بين بنك القدس وبيتا. شراكتنا ورعايتنا في المؤتمر هي تؤكد اهتمام بنك القدس في عنوان المؤتمر وهي التكنولوجيا المالية. التكنولوجيا المالية هي على سلم أولويات بنك القدس لتسهيل حياة عملائه ولتقديم الأفضل، ونسعى دائما أن نكون السباقين في جلب كل ما هو جديد في التكنولوجيا المالية، وهي المستقبل للعمل البنكي والعمل المصرفي.